أعلن التلفزيون الرسمي الكازاخستاني أن 12 شرطياً قتلوا في احتجاجات مدينة المات العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد محاولات المحتجين الاستيلاء على مباني حكومية وإدارية. وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أن أكثر من 1000 شخص جرحوا في الاحتجاجات. وسارعت موسكو وحلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوة لحفظ السلام الجماعي إلى كازاخستان تلبية لطلب رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف. ودعت الولايات المتحدة السلطات في كازاخستان إلى ضبط النفس، ونددت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بالإدعاءات المجنونة من جانب روسيا بشأن المسؤولية المفترضة للولايات المتحدة في عمل الشغب التي تهز كازاخستان، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق وتفضح استراتيجية التضليل الروسية. Thank you.